مرحبا بكم في عالم الإثارة والمرح في مدينة الألعاب فيالاند إسطنبول. هي أكبر وأضخم مدن الملاهي والترفيه في تركيا والشرق الأوسط، وتعد وجهة رائعة لجميع أفراد العائلة ومحبي المرح. تم افتتاحها في عام 2013 على مساحة تزيد عن 16,000 متر مربع. تم تصميم فيالاند إسطنبول بواسطة خبراء عالميين مع مراعاة أعلى معايير السلامة الدولية لضمان تجربة آمنة ومليئة بالإثارة. سيكون السائق بانتظاركم في الفندق ما بين الساعة 10 والساعة 11 صباحاً لينقلكم إلى هذا العالم الساحر. وبمجرد وصولكم إلى فيالاند إسطنبول ستتاح لكم فرصة استكشاف ألعاب متعددة ومثيرة تنافس بذلك مدن الملاهي العالمية. سنبدأ جولتنا من قسم المغامرات، حيث سنخوض تجارب لا تنسى مع ألعاب مثل جيت كوستر، وهو أطول وأسرع قطار جبلي في أوروبا، وفاتح، وهو أول قطار جبلي في تركيا يدور 360 درجة، وباريز، وهو أعلى برج سقوط حر في أوروبا. سنستمر في قسم الخيال، حيث سندخل عوالم سحرية مع ألعاب مثل فلاش بول، وهي كرة ضخمة تدور بزاوية 90 درجة، وفلاش دانس، وهي منصة دائرية تدور بسرعات مختلفة. لم ننتهي بعد، سنزور أيضاً قسم الألعاب العائلية، حيث سنستمتع بأجواء هادئة ومرحة مع ألعاب مثل فاميلي كوستر، وهو قطار جبلي خفيف يناسب جميع الأفراد، وكاروسيل، وهو عبارة عن خيل خشبية تدور حول نفسها. إن رحلة مدينة الألعاب فيالاند هي رحلة لا تضاهى لكل من يبحث عن التشويق والتسلية، فهي تقدم لنا فرصة لتجربة أحدث وأروع الألعاب في العالم، وتزودنا بذكريات جميلة لا تنسى. نأمل أن تستمتعوا بهذه الرحلة، ولا تنسوا التقاط الصور التذكارية مع أصدقائكم من الألعاب المدهشة. وعندما ينتهي يومكم المليء بالمرح والمغامرات، سيقوم السائق بإرشادكم إلى مقر إقامتكم في الفندق، متمنين لكم ليلة سعيدة وفرصاً متجددة للاستمتاع بمزيد من الجولات الرائعة. تور 34، رحلات إسطنبول.